يواصل مهرجان وزارة الإعلام والذي تم افتتاحه بمناسبة الأعياد الوطنية تنظيم فعالياته اليومية، وذلك في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان في المحافظة الجنوبية. وتشتمل فعاليات المهرجان على العديد من الفقرات والأنشطة كعروض الفرق الشعبية والسوق الذي يضم محال ومنتجات متنوعة، إلى جانب البرامج الترفيهية للأطفال والتي تتيح للزوار الفرصة للاستمتاع بأجواء القرية التراثية بما تحتويه من نماذج عمرانية دائمة تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين. وتشارك وزارة الإعلام بمهرجانها الجماهيري في القرية التراثية احتفاء بمنجز وطني تعمل الوزارة على إبرازه في الأعياد الوطنية المجيدة بما تعكسه القرية التراثية من جوانب مهمة من مسيرة تطور مملكة البحرين المتصلة بالإنسان والعمران. ونظرا للانتقال للمستوى الأصفر بشكل احترازي، سيقتصر دخول المهرجان على المتطعمين فقط والأطفال برفقة والديهم المتطعمين حفاظا على الصحة العامة. أجواء اليوم ما شاء الله من أحلى ما يكون، والتنظيم والاستقبال اللي استقبلونا ورحبونا بنا، وإحنا نحب الكل يزورنا من دول الخليج يزورون ويشوفون فعاليات البحرين الجميلة. وهذه الله يسلمك، يعني احنا نشكر وزارة الإعلام، نشكر وزارة الداخلية، يعني الكل اللي مساهمين على هالمشروع الطيب الجميل. وهذه كلها دل على إخلاص شعب البحريني والوفي لإحياء هذه الذكريات الجميلة. القرية والله حلوة، يعني تذكرنا بزمان أهلنا. المكان وايد عجبني لأنه في أشياء مال قبل، وكذا يعني في أشياء تحمسك إنها تكونين يعني تيم مرة ثانية. رحت أسوي الفخار وشفت المهرجان، شفت الفرقة الشعبية واستانست وصورت. سلام الله على العاهل رفيع الشان أبو سلمان، سلام العز والرفعة من الديرة لغاليها، سلام لعاهل بلدنا شامخ الأركان، سلام وتهنئة من قلوب يا حمد حبك سكن فيها.